الحقيقة مجلس إدارة النادي الأهلي بيبذل مجهود كبير جدا للحفاظ على قيم وعلى قيمة النادي الأهلي، فبطبيعة الحال لازم نتوجه لمجلس الإدارة بكل أعضائه لكل الشكر طبعا والاحترام الحقيقة، لأن هم الحقيقة من أول لحظة تولوا فيها مسؤولية إدارة نادي القرن رفعوا شعار في منتهى الأهمية، شعار كلماته بسيطة جدا ولكنها أيضا في منتهى البلاغة. الشعار هو تاريخ مبادئ تطوير. لو اتكلمنا عن التاريخ بتهيالي يعني هنحتاج وقت طويل قوي عشان نتكلم على تاريخ النادي الاهلي، وحضراتكم اكيد ادرى مني بكتير بهذا الامر. تاريخ مضيء ومشرف جدا جدا الحقيقه، ودورنا كلنا ان احنا نحافظ على هذا التاريخ، وده اللي بيعمله طبعا مجلس اداره النادي الاهلي بقياده الكابتن محمود الخطيب. ومع الحفاظ على التاريخ واضافه تاريخ جديد بنحافظ كلنا مع بعض على مبادئ النادي الاهلي. المبادئ عند كل من هو ينتسب للنادي الاهلي مش مجرد يعني كلمه بتتقال قد ما هي عهد، وبيتنفذ الحفاظ على مبادئ النادي الاهلي عهد وواجب علينا كلنا. اما التطوير فاكيد برضو حضراتكم لاحظتوه خلال الفتره الاخيره يعني ومن اول يوم الحقيقه، تطوير في كل الفروع فيما يتعلق بفروع ومقرات النادي الاهلي اللي كلها بتشهد طفره انشائيه على كافه المستويات، تطوير في كافه الانشطه والالعاب، صفقات قويه جدا وبطولات، وطبعا لسه التطوير شغال. والنهارده او الليله دي تعتبر احدى ثمار هذا التطوير استاد الاهلي والاهلي وملعب خاص بيه. اسمحوا لنا دلوقتي نتوقف مع كلمه من صاحب القيمه والقامه وصاحب التاريخ المشرف بالمعنى الحرفي، من القلائل جدا اللي ما فيش اتنين يختلفوا على حبه وعلى احترامه. رحبوا معانا بكابتن محمود الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. الحقيقة يمكن الأيام الطيبة والأيام السعيدة اللي احنا بنعيشها طبعا بفضل الله سبحانه وتعالى، في أسبوعين بس أو من أسبوعين بس كان هناك افتتاح وتطوير لتطوير قناة النادي الأهلي، حاجة مبهرة تليق بالنادي الأهلي، تليق بجماهيره، تليق بأعضائه، بكل من ينتمي إلى النادي الأهلي. والنهاردة قبل مرور أسبوعين افتتاح جديد استاد النادي الأهلي، اللي هو الحلم اللي كلنا بنحلم بيه ان يكون في استاد باسم النادي الأهلي. النهاردة احنا وصلنا للمرحلة الأولى ووصلنا للبداية، استاد الأهلي والسلام، هو ده الاستاد اللي النادي الأهلي ان شاء الله هيكون معظم مبارياته على الاستاد بإذن الله. ده هيوفر كتير جدا من الاستقرار الفني لأولادنا بإذن الله، بدل ما نتنقل كل يوم في مكان. ولكن مش معنى وجود استاد النادي الأهلي اللي احنا فيه النهاردة مش معناه ان احنا ننسى حلمنا الكبير، الحلم اللي كلنا حلمناه بإذن الله احنا بنشتغل كلنا. ويمكن دي برضو فرصة ان انا بشكر كل اعضاء مجلس الادارة لحرصهم الشديد انه يشتغلوا بروح الفانيلة الحمراء، حرصهم الشديد ان كل واحد فيهم بينسى ذاته عشان خاطر نادي وعشان خاطر يعني انه يعلي من قيمة نادي. فاحنا بنشتغل وبنشتغل كويس، بس احنا بنتكلمش كتير، احنا لما يكون في حاجة جاهزة بنتكلم عليها، حاجة خلاص تم توقيعها بنتكلم فيها. عشان كده الحلم الكبير والهدف الأكبر موجود وبنشتغل عليه وموجود وبنشتغل في اتجاهات مختلفة. أعتقد إن شاء الله قريب بإذن الله الحلم ده هيتحقق إن شاء الله. مش عايز بقى يمكن في ظل يعني الحقيقة اللي احنا فيه النهاردة والسعادة اللي احنا فيها النهاردة أنسى إن بلدنا مصر بتمر بتحديات كثيرة جدا، فكل التقدير والشكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل مؤسسات الدولة بما فيها الجيش والشرطة اللي حرصهم كلهم على ازاي يقابلوا التحديات دي بحكمة وبقوة.
كمان عايز أشكر وزارة الإنتاج الحربي للمنشأ العظيم اللي احنا فيه النهاردة واللي احنا شايفينه، ويمكن ده كمان يخليني أتذكر الراحل الكبير الوزير محمد العصار رحمة الله عليه. كمان لما أكلم على وزارة الشباب والرياضة، دكتور أشرف صبحي الحقيقة عامل زي النحلة اللي ما بتهداش. وزارة الشباب والرياضة الداعمة لكل الأندية الرياضية، الداعمة لكل الرياضيين وكمان كل الشباب ومراكز الشباب، أعتقد عندهم حمل كبير، لكن إن شاء الله هم ماشيين في السكة الصح والطريق السليم، وبإذن الله الأمور تبقى أفضل في اللي جاي، أفضل بإذن الله. كمان عايز أشكر شركة استداد، الحقيقة الناس برضو من أكبر اسم موجود لأصغر عامل موجود، كل واحد بيقوم بدوره في فترة بسيطة جدا جدا، بينتقلوا من افتتاح يليق بالنادي الأهلي لقناة النادي، اللي بعديها بأسبوعين افتتاح آخر يليق برضو بالنادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي، إنهم بيشتغلوا حياة بجد وبيشتغلوا بقلب وبيشتغلوا بحرفية كاملة أو احترافية كاملة كمان، فأنا بشكرهم جدا جدا على الجهد المبذول، لأنهم فعلا النهاردة الشكل العام مفرح ومبهج، وبإذن الله يكون نتيجته طيبة إن شاء الله. كمان الشركة الراعي الشريك بلغة التسويق شركة وي. شركة وي من أول ما أطلقت حملة معاك يا أهلي هي شركة الحقيقة ليها هدف، وهدف هو إسعاد جماهير النادي الأهلي، هدف هو إزدهار الرياضة. الحقيقة ممكن شعار حتى السلوجان أو شعار معاك يا أهلي ليه معاني كثيرة جدا جدا، المعاني دي بتتحقق واتحققت الفترة اللي فاتت، يعني هدف وراء هدف يعني. فأنا بشكرهم جدا على تفاعلهم، وبشكرهم جدا على ما هو يعني قادم إن شاء الله. الشكر الكبير جماهير وأعضاء النادي الأهلي، الناس الحقيقة الداعمين للنادي الأهلي. الحقيقة يمكن عايز في حلم، وفي الحلم اللي هو اللي احنا اتكلمنا فيه اللي هو هدف النادي الأهلي بجماهيره وبأعضائه وبكل منتمين ليه، هو استاد الأهلي. الحلم إن شاء الله موجود، وإحنا بنسعى كلنا إن إحنا إزاي يعني نقرب هذا الحلم إن شاء الله. يمكن في الختام موضوع يمكن ما كنتش عاوز أسيره، بس أنا مضطر أسيره لأن مش ممكن أعدي الموضوع كده، أو أنا ما بكلمش كتير وأنا أول مرة يمكن أطلع من زمن يعني، وهو السلوك يعني الأشخاص الحقيقة اللي متجاوزين، الأشخاص اللي في نوع من أنواع التدني في أسلوبهم. إحنا النادي الأهلي مش ممكن يرد، النادي الأهلي قيمة كبيرة جدا، قيمة كبيرة جدا، ما ينزلش أبدا لهذا الأسلوب، ولكن ده مش معناه إن النادي الأهلي بيسيب حقوقه أبدا. النادي الأهلي وبقول للأشخاص دولت اهتموا بنفسيكم، مالكوش دخل بالأهلي، اشتغلوا انتوا عشان تنجحوا. قيمة الأهلي كبيرة جدا اللي تخلي كل الناس دي حواليه دلوقتي فكروا في كده واشتغلوا لده، اشتغلوا لنجاحكم، ما اشتغلوش لإفشال الآخرين، بيشتغل عشان يفشل النادي الأهلي بس. ده أمر عجيب وأمر مش هيستقيم ومش هيستمر، عشان كده بنقول تاني النادي الأهلي راقي، النادي الأهلي له من مستوى الرقي والأخلاق والمبادئ والقيم اللي ما ينزلش لهذا المستوى. شوف أنا مش عايز أتكلم في الموضوع ده كتير، ولكن قريب أنا هتكلم فيه، وقريب هقول للناس إن إحنا بنفكر في الموضوع ده إزاي. بس أنا مش عايز بقى الموضوع ده ياخدنا من الفرحة اللي إحنا فيها، عشان كده برجع تاني أكلم جمهورنا وأكلم أعضائنا وأكلم لاعبتنا كل من ينتمي للنادي الأهلي. النادي الأهلي كبير جدا، والنادي الأهلي أكبر من أي حد،
النادي الاهلي خيره على اي حد، علشان كده عايزكم تاخدوا الفرحه بتاعتكم، افرحوا وكونوا فخورين بناديكم اللي بيحصل الفتره اللي فاتت في النادي الاهلي، وهنقعد معاه هعيش مع حضراتكم بالتفصيل فيه ان شاء الله قريب. لازم تفخروا بناديكم، اللي حصل في النادي الاهلي خلال سنتين ونص اللي فاتوا امر يعني يجب ان احنا جميعا نفخر به. ومهما عملنا انا او مجلس الاداره كله زمايلي وانا، مش هنوفي الناس قدرهم مهما عملنا. احنا بنشتغل علشان هذا الصرح الكبير. افرحوا بناديكم، اسعدوا بناديكم، كونوا فخورين بناديكم، وان شاء الله دايما الاهلي في المقدمه باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نشكرك جدا جدا كابتن محمود الخطيب، وانا هقول الاسطوره والمحترم ومعشوق ايضا الجماهير. وزي ما كابتن محمود الخطيب كان بيتكلم، اكيد احنا نادي الاخلاق، احنا النادي اللي بيميزنا كمان غير الاحترافيه وغير ان احنا نادي القرن، احنا نادي الاخلاق. انا سعيده كنت بوجودي مع حضراتكم، واكيد كريم كمان. واحنا بس قبل ما نختم اكيد عايزين نشكر برضو كل الجمهور اللي بيتابعنا، الجمهور العظيم، جمهور نادي الاهلي ومجلس إدارة النادي الأهلي، شركة وي استادات، وكمان كل طبعا سيادة الوزير، وزير الشباب والرياضة دكتور أشرف صبحي، منورنا النهاردة. بشكر حضراتكم جميعا. بس قبل ما نختم عايزين نقول إن احنا معانا النهاردة مفاجأة رائعة جدا. لو استنتونا شوية هنروح لاستوديوهاتنا في مدينة الإنتاج الإعلامي، وهنرجع مع حضراتكم بعد كده، وهيبقى عندنا مش مفاجأة واحدة، أكتر من مفاجأة. خليكم معانا.